أذان يرفع في أحياء نيويورك. رئيس حكومة مسلم يفتتح ولايته بصورة صلاة جماعة والسماح للمعلمات المحجبات بالوجود في المدارس. فهل بدأ الإسلام يقول كلمته في أوروبا وانقلبت الموازين؟ أوروبا والإسلام من المعاداة للتعايش. إذا ما عدنا بالزمن للوراء لعدة سنوات ستظهر لنا عناوين معاكسة تماماً: عداء للحجاب والمحجبات، ومنع لتولي المسلمين للمناصب الحكومية، والشعائر الإسلامية ممنوعة منعاً باتاً. باختصار، تخوف تام ودائم من الإسلام والمسلمين وعداء لهم. فهناك فكرة سابقة لدى غالبية الأوروبيين بأن المسلمين ينوون احتلال العالم وفرض دينهم على الجميع أينما ذهبوا وحلوا. ومن تلك الفكرة نشأ لدى الغرب الأوروبي ما يسمى بالإسلاموفوبيا. لكن مع التغيرات في العالم التي بدأ العرب والمسلمون من خلالها يقولون كلمتهم في المحافل الدولية، وباتت لهم مكانتهم وتسعى الدول الكبرى لنيل رضاهم، يبدو أن أوروبا بدأت تتغير والموازين باتت تنقلب شيئا فشيئا. 2023، انقلاب الموازين. تغيرات كثيرة أصابت علاقة أوروبا بالمسلمين منذ الحرب الروسية الأوكرانية، حيث برز العرب والمسلمون وثرواتهم كفاعل رئيس في الأزمة التي ضربت العالم. وبينما عانت أوروبا من أزمات كارثية هددت اقتصادها وثرواتها، خاصة أزمة الطاقة ومواردها، باتت الحاجة الأوروبية ملحة للثروات في الوطن العربي من السعودية إلى مصر والجزائر وتونس وحتى المغرب. وبدا المشهد وكأن الموازين انقلبت، فالأوروبيون يتوددون للمسلمين، وبدأنا نسمع بأخبار عن مناصب مرموقة يتسلمها مسلمون في القارة العجوز. ومع مطلع رمضان 2023 بدا هذا التغير جليا بشكل أكبر وأوضح. فكيف كان ذلك؟ رمضان 2023، اهتمام أوروبي بالمسلمين ودينهم. يعرف شهر رمضان بأنه موسم روحي للمسلمين حول العالم، وكان يمر مرور الكرام في أوروبا قبل أعوام، بل وتحضر دول أوروبية أي مشهد خاص بالمسلمين على أراضيها خاصة مع هذا الشهر. لكن رمضان 2023 جاء مختلفا بعض الشيء. فإذا ما بدأنا من أمريكا، تحديداً من أحد أحياء مدينة العاصمة الأمريكية نيويورك، فقد حصل المسلمون على تصريح يسمح لمساجد الحي الثلاثة بأن تصدح بالأذان على المكبرات خلال شهر رمضان وللصلوات الخمس، في ظاهرة تفاجأ بها الأمريكيون من أصل مسلم، وقالوا إنهم لم يشهدوها منذ عشرات السنين. ومن أمريكا إلى ألمانيا، التي استقبلت خلال شهر 2023 بعثة من المملكة المغربية تضم 144 قارئ ضمن البرنامج الرمضاني لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. وقد تنوعت أنشطة البعثة في مجال القرآن الكريم والإفطارات الجماعية وغيرها، إضافة إلى بعثة من الأزهر المصري التي تحدث القائمون عليها أنهم وللمرة الأولى شهدوا في الدول الأوروبية التي زاروها إقبالاً مضاعفاً وحرية ودعماً لأداء الطقوس الرمضانية، حيث كانت بعض المبادرات بتنظيم من مسؤولين ألمان مثل رئيس حكومة نوردارين فيستفالين هندريك فاست، إذ نظم حفل إفطار رمضاني شارك فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، والذي أكد بدوره أنه لاحظ هذا العام انفتاح الألمان على الثقافة الإسلامية لدرجة أن كلمة إفطار
دخلت القاموس الألماني. مسلمون يرأسون حكومات ويقيمون صلاة الجماعة. ومن ألمانيا إلى اسكتلندا، حيث غزت مواقع التواصل الاجتماعي صورة حمزة يوسف الذي دخل التاريخ كأول مسلم يقود حزبا كبيرا في اسكتلندا، وكأول مسلم مهاجر من أقلية عرقية يقود حكومة في دولة أوروبية، حيث تولى يوسف وهو مهاجر باكستاني الأصل رئاسة الحكومة بأمر ملكي. وبعد تعيينه بساعات، نشر يوسف صورة له غزت مواقع التواصل وهو يؤم عائلته في الصلاة في حادثة تبرز تغيرا ملحوظا، حيث اعتاد المسؤولون في أوروبا من المسلمين الحذر في إبراز أنفسهم أثناء أداء الشعائر الدينية. وبذكر الرموز والشعائر الدينية، خبر آخر من برلين أثلج قلوب المسلمين، حيث أعلنت وزارة التعليم في العاصمة الألمانية ببيان رسمي عممته على دوائرها، أعلنت السماح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب في المدارس، ما شكل صدمة مفرحة للمسلمين في البلاد بعد أن كانت غالبية القرارات التي تخرج في السنوات الأخيرة تحارب الحجاب وتعتبره رمزا دينيا يثير استفزاز الأوروبيين، كما يرون فيه محاولة لتغيير المشهد الثقافي لبلادهم. التقرب الحذر. التقرب الملحوظ من قبل الأوروبيين نحو المسلمين والتعاون الأوروبي الإسلامي على أصعدة كثيرة اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية، وكل ما حمله من تأثيرات إيجابية على العالم الإسلامي وعلى مسلمي أوروبا تحديداً، يخفي في بعض جوانبه حذرا أوروبيا من قبل بعض الدول في القارة العجوز. فهناك دول أوروبية لم تمشي على خطى أخواتها مثل بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا واليونان وغيرها، حيث ما تزال هذه الدول تحيط الإسلام وانتشاره فيها بحدود من الخوف والحذر. فبرغم أن الإسلام يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد معتنقيه في أكثر من 16 دولة أوروبية، مع العلم أن العدد الكلي للدول الأوروبية هو 37، فإن هناك دولاً منها ما تزال لا تعترف بالإسلام كدين ضمن أقلياتها، لكن الخبراء مع ذلك يشيدون بالتغير الحالي للأوضاع والتحول الجذري الذي يشهده الوجود الإسلامي في القارة البعيدة، خاصة أن الصورة النمطية للمهاجرين المسلمين في القارة العجوز بدأت تتغير جذريا، من أنهم مجرد عمال بسيطين يبحثون عن لقمة العيش في أي مهنة بسيطة، إلى أفراد فاعلين اقتصاديا وسياسيا وأصحاب رؤوس أموال ومراكز ومناصب حساسة وفاعلة في الدول. أما عن الوجود الفعلي كعدد للمسلمين في أوروبا، فبحسب معهد بيو الأمريكي فإن عام 2050 سيكون فارقا من حيث تعداد المسلمين في أوروبا، حيث سيتحولون فعليا من جالية وأقليات إلى جزء لا يتجزأ من شعوب تلك البلدان. وراء الكواليس يتحدث الخبراء والمحللون على أن صورة الأوروبيين عن الإسلام آخذة بالتغير كلياً، وعن أن الأجيال القادمة من المسلمين في أوروبا ستكون لها كلمة فاصلة في البلاد، تماماً كما بات للدول الإسلامية كلمة الفصل في كثير من الأحداث الدولية اقتصادياً وسياسياً. فأوروبا اليوم بحسب المراقبين ليست أوروبا ذاتها بالأمس، والإسلام اليوم ليس كما كان في الأمس أيضا، والمسلمون اليوم لديهم كلمتهم التي باتت مسموعة. وأنت، هل ترى حقا أن الموازين انقلبت؟ شاركنا رأيك في التعليقات.